لمتابعة ينضم إلينا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور عدنان السراج. دكتور عدنان، رئيس الوزراء حيدر العبادي يوجه بتعزيز صندوق الإسكان بمبلغ 690 مليون دولار، هل إجراءات الحكومة كافية لتلبية مطالب المتظاهرين؟ نعم، شكرا على الاستضافة، تحية لكم أهلا وسهلا. ولمشاهديكم الكرام. بالتأكيد اليوم السيد رئيس الوزراء في خطوات المدروسة يريد من احتواء الموقف وتحقيق المطالب للجماهير، وأيضا من جهة ثانية يريد من تطويق الكتل السياسية والقوى السياسية في مسائل تتعلق بالتدخلات والدوائر الزائدة التي تقف أمام مشاريع رئاسة الوزراء. يعني نقطتان مهمتان، النقطة الأولى هي مسألة توفير الخدمات بشكل كامل ولو بشكل آني وسريع، خصوصا مسألة إطلاق درجات التعيين ومسألة تحلية المياه بالتعاون مع الكويت ومسألة الكهرباء وتقويتها، إضافة لذلك إطلاق صندوق الإسكان الذي كان متأخرا لأكثر من 5 سنوات، وبالتالي اليوم أجد مثل هكذا خطوات ستلقى استحسان عند الجماهير. أما الكتل السياسية فهي مجبورة الآن على إعطاء الدعم الكامل للسيد العبادي لأنها تجد بعض التشريعات، وخصوصا طيب مشروع الإسكان هذه يتعلق الحلول التي بالموازنة اقترحها العراقية. حيدر العبادي هل تتناسب مع قدرة وميزانية الحكومة العراقية؟ بالفعل هي موجودة هذه القدرات، ولكن دائما مجلس النواب يريد تحميل رئاسة الوزراء قسط من الإمكانيات، عدم صرف هكذا مخصصات، ويجعل الموازنة ضمن إجراءات الكتل السياسية وواقعها من خلال مجالس المحافظات. هذا الذي يحصل اليوم، اجتياز مجالس المحافظات والمحافظ والتعامل مباشرة مع خلية الأزمة مع الجماهير ومع الدوائر المعنية، هذا يعني نقلة جديدة في تفاهمات العبادي. طيب مع هل الدوائر وضع الخدمية على العبادي سقف زمني لتحقيق مطالب المتظاهرين؟ لا اعتقد يعني يستطيع ان يعني يضع سقفا زمنيا، ليس من السهل، ولكن في تقديري انا اعتقد التعيينات يمكن خلال 10 ايام او اسبوع تظهر بوادر هذه التعيينات، لانها هي عقود على الملاك المتحرك، اي بمعنى مساله الاسماء اذا خرجت 500 اسم الاولى ستطمئن بعض الجمهور وستجعل القضيه تختلف شيء بعد شيء. بالمناسبه السيد عبادي خطى خطوات اخرى في مساله تتعلق بالتفاهمات مع شيوخ العشائر والوجهاء والفعاليات شيوخ في العشائر. دكتور عدنان، جديد. كيف استقبل الطيف العراقي تصريحات العبادي؟ أنا أعتقد الشارع العراقي اليوم يشعر بشيء من الانزعاج والتذمر، خلينا نكون صريحين، يعني ليس لديه تصورات عن المرحلة القادمة، لأن تعرفين النوع من التظاهرات والتضارب في المواقف يخلق قلق بالسوق العراقي وعند المواطن العراقي الذي يعني ينتظر الكثير من الأمور التي تحقق الاستقرار السياسي والأمني له. هذا بالتأكيد، لذلك هو ليس له موقف حاسم. المتظاهرون في البداية استطاعوا من كسب الرأي العام والمرجعية، ولكن سرعان ما تراجعت هذه الشعبية بسبب بعض التسييس والتدخل بعض الجهات المعينة. فالمرجعية يوم الجمعة الماضية كانت على خلاف الجمعة السابقة، والمواطنون اليوم يرون أن مسألة الاستقرار السياسي طيب والأمني والمجتمعي أهم من كل ما يمكن سميه بالمظاهرة. سيؤثر هذا التصعيد في الشارع العراقي وهذه التصريحات والمحاولة لتحقيق أو إسكات الشارع الغاضب، إلى أي مدى سيؤثر على تشكيل الحكومة جديدة؟ بالتأكيد سيؤثر تأثيرا مباشرا، على أقل تقدير أول مؤشرات هذا التأثير هو توقف المشاورات السياسية من أجل تشكيل كتلة الأكبر، وكذلك مسألة العدوى والفرز بدأت كتل سياسية والأحزاب تشدد على مسألة إعادة التسريع بإعادة العدوى والفرز الجزئي، وهذا يعني دفع باتجاه تشكيل الحكومة المقبلة. إذن هناك تأثيرات سياسية واقعية، ولكن كيف سيكون شكل الحكومة القادمة؟ بالتأكيد أعتقد اليوم العبادي هو المستهدف بالدرجة الأولى، فإذا استطاع من تحقيق منجزات خلال هذه الفترة الآنية التي سماها بين قوسين الآنية، أعتقد تبدأ طيب شعبيته تصاعد شيئا بعد شيء. اليوم عدم تحديد شعبيته بدأت تتعرض لاهتزاز. مع عدم تحديد أي فترة زمنية لتحقيق هذه المطالب كما يطلب المواطن العراقي، إلى أين سيصل الأمر؟ إلى أين سيصل التصعيد الشارع العراقي؟
لا لا، في تقديري يعني انا ارى اليوم ان مساله التصعيد بدات المظاهرات تنحسر، يعني اخذت جوانب اخرى. اليوم منظمات المجتمع المدني والقوى المدنيه العلمانيه بين قوسين دخلت على الخط، هذا سيضعف المظاهرات العفويه، يعني سيجعل منها مجالا خصبا للتسييس السياسي. اتصور اليوم الثقه، السيد العبادي يحترم اراده الجماهير واراده المتظاهرين، وهذا شيء مهم جدا. اليوم عليه ان يحاسب من اعتدى على المتظاهرين، عليه ان يتخذ اجراءات سريعه ومنتخذها بهذا الاتجاه. إعادة الثقة مع الجمهور مع المتظاهرين أعتقد بدأت بوادرها واضحة ببعض الشيء وليس بشكل كلي. مجرد كسب الثقة ستكون الأمور بلا سقف زمني، يستطيع الجمهور أن يطمئن إلى تصريحات العبادي. الدكتور عدنان السراج الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من بغداد، شكرا جزيلا لك.